دكافي شلبت وطلعت لك. مو بابكم دقته حلوه يسوي واهس. عاود اجيب لك بعرسك طلاقه تدق عليه. تسلم اشكرك. امي سلم عليكم ودتكم هذا المعون للفطور. فدوا القرش شاي ثلاث تمرات. ايه. وجعيه شنو يجع على بلابل جاب ثلاث تمرات؟ لا لا انت لا تنظر للعدد، انظر للجيره. يا جيره. جيره بقصتك بعد يا جيره غير الجيره القائمه والمبنيه على التعاون والمحبه بين الجوارين والقائمه على تبادل الاطعمه في شهر رمضان. انت جايب ثلاث تمرات وده تقول لي محبه وتعاون؟ انت تحسب ثلاث تمرات بس ما حسبت الفصمات، كل فصمه تزرعها تطلع نخله وكل نخله بها اربعه تول وكل عتق به 2000 تمره، في اربعه 8000، في ثلاث نخلات الناتج 24000 تمره. هاي شنو هذا العقل الاستثماري؟ طبعا مو مثل عقلك استحماري. بس هم واقفه يعني شلون اطب لهم بثلاث تمرات؟ ايش راح يقولون عليكم؟ يا بحسب السعرات الحراريه، كل تمره بها 66 سعره حراريه، في ثلاثه 198 سعره حراريه جايب لكم. 198 سعره حراريه؟ طبعا. هاي ايش راح يحرق ذني؟ هاي صدق الشحرك صعبه قيطنا. هسه شلنا من عندنا 66 قد بقى 132 سعره حراريه، اخذ بعد لو كافي اخاه. دوخر شطب لهم بالدبق مال معان؟ روح دروح.